مش هقول لك اللي حصل يوميا كلنا. عارف اللي ما فيه حاجة غالية بس مش قادر أعمل حاجة. أنا عزفت مع ست أم كلثوم 10 أغاني وقصايد، بدايتهم الأستاذ سنباطي ونهايتهم برضو الأستاذ سنباطي لما عملنا القلب يعشق كل جميل. السنباطي الله يرحمه الصح يعني شاف فيها إن أنا عازف يعني كويس، إلى أن جه اليوم إن الأستاذ رياض عاوزني أكون مع ست أم كلثوم في قصيدة أقبال الليل. كانت ست أم كلثوم الله يرحمها قاعدة جنب باب الاستوديو، حاطة رجلها على كرسي وقاعدة على كرسي. أول ما جيت جنبها راحت منزلة رجلها وراحت شداني من هدومي كده، قالت لي اقعد يا أستاذ. أول ما قالت اقعد يا أستاذ أنا ما حسيتش إن لقيت نفسي يعني مين اللي بتقول لك يا أستاذ دي؟ لقيت نفسي مبلم كده وساكت. راح الأستاذ رضا الله يرحمه جاي بسرعة وجايب كرسي وقعدنا إحنا الثلاثة. قالت لي أحسنت. الشعب يفطر فول ويتغدى كورة، يحبوا الكورة ويتعشى أم كلثوم. أنا في يوم قاعد على مسرح ما، كان المسرح ده صغير، فقلت يا يعني خلي زمالك القدام يقعدوا قدام وانت اقعد ورا عشان أوسع لهم، ما كنش يعني دم تقيل عليهم بيشغلوا براحتهم لان هم دماغ مكان. فالمهم الله يرحمها شافتني قاعد ورا وهي جايه من اول المسرح واحنا قاعدين نشيلها بتقعد في الاخر المسرح وبتبرق زي ما تقول واحد عمل لها مشكله. تعالى هنا ليه؟ قلت لها يا فندم بس عشان ما نخبطش بقى. قوم راحت جايبه الاقاعات قالت لهم اتفضل اقعد ورا هنا. اتفضل يا استاذ وانا جايبك عشان تقعد على الورا. اقرب واحد كان لقلب ام كلثوم الاستاذ السنباطي. ليه؟ لان الاستاذ السنباطي ده هما الاثنين هم له فضل على بعض، اللي هي بالصوت وهو باللحن. الست وعبد الوهاب لما جه الاستاذ عبد الوهاب جمهور ام كلثوم زاد، حتى اتنقلت من مصر الازبكيه لسينما قصر النيل. ليه؟ لان عبد الوهاب عمل لها يعني مكانه اعلى شويه من ايام السنباطي. اخر حفله كانت بتعمل القلب يعشق كل جميل، كنا في قصر النيل. الاغنيه دي المفروض تقعد اقل ما فيها ساعتين، عملتها في تلت ساعه. حسينا يعني ان طبعا احساس ان خلاص تلت ساعه اغنيه بتقعد ساعتين تقعد في تلت ساعه، واتقفلت الستاره وقعدت هي شوية كده وإحنا حواليها. بس
مش هقولك اللي حصل يوميها كلنا. عارف اللي ملفوف حاجة غالية بس مش قادر يعمل لها حاجة. وقابلت ربنا. بتعمل ايه؟ قضاء الله. هي ربنا وهبها او بعتها للشعب الغلبان ده تخفف من عليه.